وللحديث عن واقع المرأة العراقية والانتهاكات التي تتعرض لها مع احتفاء العالم باليوم العالمي للأرامل، معنا من بغداد الناشطة الحقوقية بقضايا المرأة تحرير العبيدي. أهلا بك سيدة تحرير. بداية، المنظمات الحقوقية والنسوية تتحدث عن وجود نحو 2 مليون أرملة في العراق. ماذا تعني هذه الأرقام وواقع المرأة بالعراق في اليوم العالمي للأرامل؟ تفضلي. السلام عليكم، تحية لحضرتك والمشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. يمكن الأرقام الموجودة هي غير حقيقية بشكل كامل لوجود العديد من النساء اللي ما غير مسجلين ضمن قاعدة البيانات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو مسجلين ضمن دائرة التحضير بسبب عدم وجود تعداد حقيقي ومفصل لشرائح المجتمع في العراق. العدد اعتقد انه اكبر من هذا الرقم، وهذا عبء على الدوله وعبء على المجتمع ككل، خاصه وانه احنا نشهد انه ضعف في اداء القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته في دعم لشرائح المجتمع الضعيفه كالمراه والارمله والمطلقه. هناك يعني اعداد اكبر من هذه، وهناك معاناه كبيره، خاصه انه المراه في العراق هي اللي تحملت الأحداث والمشاكل والحروب والأزمات التي عانى منها العراق، فكانت هي القائد للأسرة ورب الأسرة بعد أن تغيب الأب أو استشهد أو اختفى أو اعتقل. هذه يعني خلينا أمام مسؤولية كبيرة للمعاناة التي تعاني منها المرأة اللي لديها أطفال و اللي ممكن أن تكون سواء أرملة أو مطلقة ولا يوجد لديها مصدر رزق ثابت وكافي لسد الحد الأدنى من احتياجاتها. أستاذة تحرير، عدم امتلاك وزارة التخطيط إحصاء دقيقا حول عدد الأرامل في العراق، باعتقادك إلى أي مدى يؤكد وجود تقصير حكومي بالاهتمام بالمرأة ودعمها؟ نعم، هذا يؤشر انه يعني عدم امتلاك العراق للتعداد السكاني وتفاصيل لجميع الشرائح، تفاصيل الحياتيه والمعاشيه لكل شرائح المجتمع. يمكن هاي النقطه سلبيه تؤشر ويفترض انه لها يعني العمل عليها منذ زمن طويل، لكن نشوف انه احنا كل سنه يجري تاجيل هذا التعداد، وبالتالي لا توجد ارقام حقيقيه او معالجات حقيقيه على ضوء قاعده البيانات الموجوده. لكن ماذا عن القوانين الحاليه استاذه التحرير؟ يعني الى اي مدى تتناسب؟ هل ترين انها تدعم المراه في العراق؟ ما المطلوب من البرلمان اليوم؟ نعم، هناك العديد من القوانين التي أغفلت الاهتمام بشكل حقيقي وعملي بالمشاكل التي تعاني منها المرأة. يعني نعطي مثال كان موجود حاليا، أحد الأمثلة فيما يخص تسجيلها في وزارة البحث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وما يعرف بالرعاية الاجتماعية التي توفر الحد الأدنى من المبالغ التي لا تسد، يعني لا تسمن من جوع ولا تغني من. المشكلة أنه هناك مشاكل أخرى، يعني مثلا هناك خطأ أو مثلبة على نص في القانون أنه الزوجة اللي مختفي زوجها أو مغيب زوجها ومجهول مصيره تضطر أنه تذهب إلى يعني إعلان وفاته، رغم أنه هي ممكن تعرف مكانها لكن تضطر إلى إعلان وفاته حتى تقدر تستحصل على هذا المورد البسيط، راتب الرعاية اللي نتكلم عنه اللي هو أصلا قليل ولا يسد الحاجة له. إلى السؤال الأخير الآن، يعني هل ترين أن برامج الدعم التي تتحدث عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هل ترين أنها تصل إلى هذه الشرائح الضعيفة من الأرامل لا سيما في المخيمات؟ نعم، هي ممكن أن تصل لكنها غير كافية. نحن نتكلم عن مبالغ زهيدة، يعني لا يمكن أن تترمق أسرة متكونة من أبسط يعني الحد الأدنى، الأم وثلاث أطفال أو أربعة، يعني ما ممكن، أو حتى طفل واحد، يعني 120,000 أو 220,000 شنو اللي ممكن تقدمه تسد من حاجة يعني أقل من 100 دولار؟ يعني ممكن انه هاي شنو اللي ممكن تعاون في ظل هذا الارتفاع للاسعار، في ظل هذا التضخم، في ظل هذه الاحتياجات المتزايده؟ هناك وصول، صحيح هناك وصول وتسجيل لشرائح كبيره، لكنها لا توفر الحد الادنى
لسد ربق هذه العوائل. النشطة الحقوقية بقضايا المرأة تحرير العبيدي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.